فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الخط في المسجد لتسوية الصفوف؟ وما رأيكم في من يقول أن الخطوط في المسجد بدعة؟ والله تركه أحسن، ما في شك أنه من التكلف، من التكلف، ويفوت أن المأمومين هم اللي يكونون التسوية، يؤجرون على ذلك. إذا حطيت خط صار ما لحد ميزة ولا لحد اهتمام، فترك الخط لا شك أنه أحسن. أما أن نقول أنه بدعة فهذا صعب، ما يظهر لي أنه بدعة، لكن تكلف، نعم، نوع تكلف، ويفوت على المأمومين الاهتمام بتعديل الصف من أنفسهم بدون خط، نعم.